السلام عليكم الحباب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، اليوم غنصايب معكم واحد السمكه ديال الضغط. غنحتاجوا ليها قزبر ومعدنوس. انا كان عندي في الكونجيلاتور عندي واحد نص حامضه، راس معلقه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، الكمون، سكينجبير، تحميره، والخرقوم، شويه الثومه، والزيت غنخليها حتى هي الاخره، حيت هاد السمكه غنديرها في هاد العطريه ونديرها شويه في الثلاجه واحد ساعتين المكانه هكاك باش تدخل فيها هاد القامه هادي. خليوكم معايا، دابا غادي نخلط هاد الشيء. نتوما كتشوفوا غادي نخلط هاد العناصر كاملين مع الحامض. صافي بحال هكا، هاد العشا هذا كنوجدو الا كنا مزروبين، ويكون عندنا هكا الحوت في الثلاجة دغيا، كنا دغيا كيوجد. نديروه في الفران، انا حليته شويه من هنا ومن هنا باش تدخل فيه ديك لاصوص. شوية من هنا بحال هكا، نحاول ندخل فيها هاد العطرية هادي كاملة مزيان. صافي بحال هكا، صافي دابا غادي ندخلها في الثلاجة واحد جوج سوايع، اللي ما عندوش الوقت يقدر يديرها غير واحد ساعة البكانة بحال هكا كافية. المهم خليكم معايا حتى ان شاء الله نرجع لكم. هنا من بعد ما خليتها ترقدت واحد جوج سوايع هكاك، بقى لي غير تزيد لها واحد شوية ديال الزيت اللي ما درت لهاش، حيت باش تدخل فيها ديك العطريه مزيان كما كتشوفوا بحال هكا. دابا غنغطيها بابي ألمنيوم وغنديرها في الفران. دابا الفران ها هو سخن، ندخل فيها هاد الدوغاد هادي، نخليها واحد نص ساعة هكاك، صافي غتكون موجودة. هنا البنات من بعد ما دازت نص ساعة غادي نحيد عليه دابا شوية هاد بابي ألمنيوم ونخليه يتحمر شوية، وتزيد شوية المرقة ديال دير شوية تختار شوية حتى تجمع لينا. نحاول ندير هاد لاصوص هنا فوق سطح هاد الحوتة هادي، البنات هذه هي الطريقة ديال السمكة ديالنا كما كتشوفوا. درت فيها غير ديك العطريه وداك كيما شفتوا معايا،
صراحة بحال هكا عشا خفيف صراحة، اللي مزروب ولا شي حاجة بحال هكا دغيا دغيا كتوجد. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم وينال الرضا ديالكم. السلام عليكم، وحتى الفيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.